الكتاب يعني صار لكم مدة ناطرين وعم تسألوا عنه، أمتين رح يصدر، أمتين رح يكون بالمكتبات؟ صار موجود بالمكتبات. 2023 شو حاملة لكل واحد منا؟ شو هي المواصفات لكل دايرة؟ شو مواصفات كل دايرة من الدوائر لكل برج؟ واللي عادة نحنا ما منكون منعرفه ومنميزهم، مشان هيك منقول طب هو برج الحمل بس مش مثلي، طب هو عزراء بس أنا غير عزراء، هي برج الميزان بس غير أنا، لأنه في ثلاث دوائر وكل دايرة إلى تميزاتها، بالإضافة إلى أنه في ناس عندهم حسنات البرج وناس بتطغى عليهم سيئات البرج. كتاب مليء بالمعلومات، 700 صفحة اضطريت أني صغر الخط حتى صار 560 قد منه الكلفة تبعيته صارت عالية. وأنتوا بتعرفوا الكتب كيف صارت اليوم عم بتكلف وقديش صعب أنه تصدروها. 7 أشهر من الشغل ليل مع نهار تقدرت عملت دراسة شاملة لكل برج وتوقعاته سنويا شهريا وأسبوعيا وكل يوم بيومه. إذن أنتوا مع كتاب جديد، شوفوا قدي مليانة صفحاته، مش صفحات فاضية، ما في صفحة فاضية منه، بتخبركن عن كل شيء، بيكون رفيقكن، حدكن، حد السرير عشية لما تعرفوا شو عم بيصير معكن، ترجعوا تراجعوا إذا صار أو ما صار، رح تقول لي واو شو قاعدة معنا. كل يوم بسمع هالكلمة واو شو عرفك. كتاب مليء بالمعلومات، عزيز كتير علي وغالي كتير علي، رح يصير بين أيديكن، وهو أحلى هدية بتقدموها على العيد لكل حدا بتحبوه. نعم، ليش؟ بصير يتذكركم كل السنة كل يوم إنه هالكتاب إجا من عند فلان، إجا من عند فليتين. كل حدا بتحبوه حابين تعملوا له هدية حلوة وبسعر حلو بتقدموا له هالكتاب لسنة 2023، عيد ميلاد، عيد زواج، رأس السنة، أي عيد اللي كان بيكون عندكم هدية حلوة وسريعة تاخدوها مع محبة، ويلي بده فيه أمضي له إياه كمان الكتاب. الكتاب صار بالأسواق طبعا بلبنان حاليا، قريبا جدا جدا بكل الدول العربية يلي بتاخدوا منا الكتاب، الكويت، بحرين، الأردن، الإمارات، عمان، قطر إلى آخره، ومصر طبعا، سوريا، بتشوفوا هالكتاب بين أيديكم. إذن ما بقى تسألوني أمتين، صار موجود.